اتحاد جدة وينتقل رسميا. الصورة هي الخبر اللي احنا كنا قايلينه من شهور طويلة، ماشي، وخلص نفسه ودفع 8.5 مليون لإدارة نادي الزمالك، وده شطارة من النادي ان اللي يمشي يدفع 50% من عقده، وابو جبل دفع 4700 والاستغناء معاه، ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي رحل إلى المغرب وينتظران تحديد مستقبل. أحبكم في الله، دمتم أرد على الأسئلة. حاضر يا عم. شفتوا جزيزو والجزيري الجولين حلوين؟ أنا قلت لك لأ، بس ما شفتش سموحة، ما شفتش سموحة خالص، ما عندوش أخلاق ولا حاجة يا أمك، اللي مش عارف بقى الأهلي هياخد الدوري وبكرة تشوف عمال ينفع، مش عارف بقى حاجة عمال ينفع مننا الصحف الأهرام ولا إيه وكده، يعني ما اعرفش، عشان ما حدش يقول الخطيب بخيل. لا، ما حدش يقول الخطيب بخيل، وانا رديت على الموضوع ده امبارح، رديت على الموضوع ده امبارح، بل خلينا ازيدك من الشعر بيت، ان هناك محاولات للم الشمل بين اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي بعد اللي حصل في الاونه الماضيه، بحيث يبقى الناس كلها يعني ايد واحده والمجلس يعود متكاتف، لان دول مجموعه اختارها كابتن محمود الخطيب وكانوا مع بعض في الدوره اللي فاتت، فممكن يبقى فيه يعني نفس بينهم وبين بعض، لان اللي عمله الدكتور سعد شلبي خطا انه يطلع يهاجم عضو مجلس اداره، والخطا الاكبر والخطا الاكبر ان هم قالوا بعد كده ان ده بناء على الاتفاق مع كابتن محمود الخطيب. وعلمت ان اليوم بدات تبقى في تحركات داخل المجلس للم الشمل، لان خروج مسؤول تنفيذي لاهانه مسؤول اداري على الهواء مباشره امام الملايين، دي خطيئه لا تغتفر في اداره الكره بالنادي الاهلي، حتى لو كان بالاتفاق مع كابتن محمود الخطيب. مروان حمدي راح انفراد اتزحلق، ما انا قلت لك بقى. بصوا انا مش عاوز، لو استنى اشوف جهاد جريشه لو موجود يقول لنا ايه رايه في موضوع الحكام، لان هو اللي يبقى راصد للاخطاء يعني، لكن انا مش عاوز انا اقول وبعدين ايه يطلع انا يعني مش خبره برضه، مش خبره برضه، لكن نشوف كابتن جهاد جريشه، وارد ان هو يبقى هو شايف الاخطاء اكتر مني فيقول لنا يعني. جرز اهو معانا يا كابتن جهاد، اهلا بحضرتك، احنا على الهوا. اهلا بيك يا سمعت. الله يخليك. كنت عاوز تعليق حضرتك على المباريات كده لو في اخطاء بارزه. بص يا سمعت، يعني كده مع ماتش الاهلي والجونه، ايوه، في الدقيقه 30 الشوط الاولاني في ركله جزاء لحسام حسن لم تحتسب، ركله جزاء لم تحتسب للاهلي، للنادي الاهلي. ايوه، الراجل استلم الكوره بصدره، المدافع ما دافعش الكوره ومس الكوره، بس هو دفع حسام حسن بالجسم، يدافع بالجسم غير دافع باليد، استخدم جسمه للدفع، وبالتالي ركله جزاء كانت سهله جدا تحتسب من الحكم، الحكم ما حسبهاش، كان ممكن برضه الفار يتدخل ويحسبها، لكن هي ركله جزاء صحيحه للاهلي لم تحتسب. ايوه، في اخطاء. اتفضل. اللعبه الثانيه اللي هتكلم فيها ركله جزاء اللي تم احتسابها للاهلي، ايوه، الكوره جت في اليد، لكن عايز اقول لك ان الايد فضا طبيعي، مددها يا كابتن خارجه من الجسم، يعني اقول لحضرتك الايد فوضى طبيعي، هو مش مددها خارجه من الجسم، هو كان الراجل بيحاول يمنع يشيل ايده ورا جسمه، اللقطه اللي يجيبها واضحه جدا يا استاذ، اللي ورا الجول، اللقطه ورا الجول، لو كان الفار ورا ورا الابراهيمي، اللقطه اللي ورا الجول، الايد مش بعده من الجسم، مش مكبره الجسم، الايد فوضى طبيعي جدا، مش مكبره الجسم، وبالتالي هو الراجل كان بيحاول يشيل ايده من طريق الكوره، وبالتالي ركله جزاء تم حسابها الاهلي غير صحيحه. طيب ماشي. الكلام ده في نقطه ثانيه، الهدف اللي تم الغائه بالنسبه للنادي الاهلي، التسلل صحيح للراجل، تدخل في اللعب، حسام حسن كان موجود في موقف التسلل ودخل خط منطقه سته في اللعب النشط، هو طبعا متداخل في اللعب ان هو متداخل مع حارس المرمى، ايوه، وبالتالي التسلل صحيح، وركله حره مباشره والغاء الهدف، قرار صحيح من الحكم وحكم الفار. طيب هل في هل في حاجه في مباراه الزمالك يا كابتن وسموحه؟ ماتش الزمالك وسموحه القرارات اللي حد ما موفقه من محمود عاشور، يعني الطرد كان موجود، ده سلوك لان الكوره مش موجوده، وبالتالي هو الراجل اللي وقع الرجل، ده سلوك للاعب، سلوك مشين، كارت احمر صحيح، وبالتالي هو الراجل خد القرار الصحيح. كان في لعبه ليوسف اوباما الانفراد اللي كان فيها انفراد، هو عمل تحت فرصه، لكن في اللقطه ديت الافيه للفريق المهاجم اللي هو الزمالك ان هو في ركله حره مباشره وكارت احمر مباشر، ايوه، فرصه محققه للنادي الزمالك، غير كده الماتش ما فيش فيه مشاكل خالص. الكلام برضه على ماتش الاسماعيلي وبيراميدز، محمد عادل هيحتسب ركلتين جزاء لبيراميدز على الاسماعيلي، وركلتين جزاء صحيحتين، حتى فيهم واحده الفار استدعاها مش يلغيها، واصر على قراره واستدعاء الفار كان غير صحيح، وكان قرار محمد عادل صحيح، وبالتالي كان محمد عادل النهارده ورفاقه
عملوا مباراة مميزة كمان، مش مشكلة التحكيم في ماتش المعيل وبقى. يعني النهارده التحكيم كده تديله كام من 10 في 3 ماتشات؟ ابراهيم نور الدين ياخد كام؟ لا انا مش قادر ارجع، انا اقول ماتشين موفقين جدا، الزمالك وماتش الزمالك وسموحه في تفوق كبير، بس الخطا الوحيد اللي هو عدم طرد لاعب سموحه. ايوه. وماتش بيراميدز والاسماعيلي وبيراميدز هو الاعلى تحكيميا النهارده. ايوه. هو الاخطاء كلها كانت موجوده في ماتش الاهلي، يعني كان الاهلي ضربه الجزاء ما اتحسبتش، وضربه الجزاء اتحسبت مش مظبوطه، يعني بتكلم ما نمشي لموضوع التعويض، بس في الاخر بنتكلم ان احنا في خطا موجود ان هو ما احتسبش بالاول، لان كان الماتش اختلف تماما، لو ضربات الجزاء على الدقيقه 30 كان اختلف تماما المباراه، في الاخر دي كل في حقه وخد بماتش بالتحكيمات اللي تشوف تحسبه يعني. فماتش هو الاهلي والجونه هو اللي فيه يعني مشاكل تحكيميه في الماتشات الثلاثه يعني. متشكر لحضرتك جدا كابتن جهاد جريشه حكمنا الدولي، الف شكر يا كابتن. الله يحفظك. انا حبيت يا جماعه برضو ابقى جايب حد متخصص وحد اسم كبير هو اللي يقول لنا الوضع ايه. فقال لك الاهلي كان له ضربه جزاء اللي هي بتاعه الدفع بتاع حسام حسن، وانا مختلف معاه في ضربه الجزاء بتاع الاهلي اللي احتسبت، قال لك الايد ما كبرتش جسمه، شايف الايد خارجه من الجسم يعني، لكن دي قرارات كابتن جهاد جريشه. دمتم في امان الله وحفظكم الله من كل مكروه وسوء. سلام.